العمل الثالث المشروع في هذه الأيام الفاضلة هو الصيام. فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 من ذي الحجة ما عدا العاشر، يوم العيد ما يجوز. الأيام المحرمة صومها يوم النحر، يوم العيد الفطر، ويوم النحر، يوم العاشر من الحجة، وأيام التشريق، هاي أيام يحرم صومها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 من ذي الحجة، صح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فينبغي إذا استطاع إنسان أن يصوم هذه الأيام 9 جميعها فهذا بلا شك من أعمال صالحة. وإذا أراد أن يقتصر على بعضها فلا يفوتن يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب عن الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. تخيل سنتين ذنوبك الله عز وجل محوها، سنة الماضية وسنة المستقبلة، فلا تضيع هذه الفرصة. إذا لم تستطع أن تصوم 9 أيام على الأقل 9 لا تفوتها، هالتاسع والله فضيلة عظيمة لا تفوتها قدم استطاع، بل حث أهلك وأقاربك على صيام هذا اليوم. أما عموم الفضل صيام غير الحديث أن صح كان يصوم، وكما ثبت في فضل صوم يوم عرفة، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. تخيل ما يقول لك أحد الرؤساء أحد الملوك: هذه أنا بجازيك عليه، وكل واحد مكانته، الملك ما يجازي بمكانته. فكما هو ملك الملك الملوك الله عز وجل لما يقول لك الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته وأكله من أجلي. ولذلك من أعظم مقاصد الصوم الصبر، يتحقق فيه الصبر. أعظم عبادة تتحقق في الصيام هي الصبر، وتتحقق فيه 3 أنواع الصبر: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ونحن هذا أيام نعيش أجواء شوية حارة، فالإنسان ما يصوم وينوي بذلك التقرب الله عز وجل يحقق أنواع الثلاثة. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تخيل ما يقول لك شيك مفتوح خذ لتبي، هذا إذا كان بشر، فبالك برب البشر رب العالمين لما يعطيك هذه الأجور الكثيرة العظيمة تنالها من الله عز وجل بمجرد صيامك لهذه الأيام الفاضلة. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضيلة الصيام عموما أنه من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة، 70 سنة تبتعد عن النار إذا صمت يوم واحد. هذه أيام العادية، فبالك لو تحريت أن تصوم هذه الأيام الفاضلة. لو لم تستطع 9 صوم الاثنين والخميس، ما استطعت حاول تتحرى حتى يومين أو 3 وأقلها. إذا لم تستطع لا تفوت يوم عرفة الذي هو خير أيام التي ينبغي أن تحرص على أن تصومها. طبعا هذا بالنسبة لغير الحاج، أما الحاج فلا يصوم هذه الأيام.